مرحبا أعزائي المشاهدين من المدربين والمدربات والمختصين أينما تكونون. مثل ما نوهنا سابقا عن المحاضرة الخاصة اللي تشرح كيفية صناعة هوية الفريق، هذه المحاضرة من أجل شرحها كامل راح تتم على عدة حلقات متتابعة ومتسلسلة من الواحد، ممكن توصل إلى 20 حلقة أو 20 محاضرة. تتعلم من خلالها كيفية تبني هوية فريقك لكرة القدم للصالات، create the team identity، صناعة أو خلق هوية الفريق. خلونا نتواصل من هذا الشيء. طبعا كيفية صناعة هوية الفريق، صناعة هوية الفريق لكرة القدم الصالات يعني ممكن تكون من أصعب الأشياء اللي تواجه مدرب، خصوصا اي مدرب يستلم فريق بشكل جديد او ينتقل الى فريق جديد او يحاول ان يبني فريق للمستقبل. وايضا هي اول الاشياء اللي يجب على المدرب ان يفكر بها ويخطط لها لبناء فريق ذو مستوى مميز باللعبة. تعتمد صناعة هوية الفريق على عوامل رئيسية. طبعا هوية الفريق هي عبارة عن كل ما يحيط بالفريق، من قوانين، من واجبات تحدد أفراد الفريق، من أسلوب لعب، من نظام داخل الفريق، من تعامل ما بين أفراد الفريق، من أسلوب هجومي ودفاعي وإلى آخره، كل ما يشمل الجوانب البدنية والتكتيكية والمهارية وإلى آخره، كل هذا يسمى بهوية الفريق. دائما احنا نبحث كمدربين عن هوية الفريق وكيف تصنعها. فدائما نقول احنا على سبيل المثال من نشاهد فريق بالدوري مستقر وذو نتائج ايجابية متسلسلة، دائما نقول هذا الفريق عنده هوية، عنده هوية بطل او عنده شخصية بالملعب، دائما يسيطر على المباريات، يعرف شلون يسيرها، يعرف شلون يكسب النقاط ويفوز. طبعا نرجع الى السؤال اللي طرحناه، تعتمد صناعة هوية الفريق على عوامل رئيسية، راح نتكلم عليها واللي هي ثلاث عوامل رئيسية. طبعا اكو عدة عوامل ثانوية اخرى، لكن هذه العوامل الرئيسية المهمة جدا. انت كمدرب من تيجي تريد تحط هوية للفريق تبنيها على اسس، والاسس هي أو عوامل، نقول هي أسس أو عوامل. العوامل هذه هي ثلاثة أو ثلاث أركان. الركن الأول هو هوية النادي، يعني أنت اليوم من تجي تخلق هوية للفريق أو تقوم ببناء فريق، هوية النادي اللي يقصد بها هو اسم النادي، مكانة النادي. يعني أنا اليوم من أروح أدرب الزوراء مو مثل من أروح أدرب، مع احترامي لباقي الأندية والأسماء جميعا، اسم مغمور سين او صاد. فكل فريق من تدرب فريق هدفه او اسمه مو كبير وينافس دائما على البقاء في الدوري او ينافس للصعود او ينافس للبقاء في مستوى متوسط في جدول الترتيب، مو مثل ما انت تستلم فريق او تدرب فريق دائما في القمة ويحاول انه يحرز الكؤوس ويحقق الانتصارات على أعلى ما يكون. فهذا أيضا هذا ركن أساسي لخلق هوية الفريق. فأنت لازم تحط في نظر الاعتبار هوية النادي، اسم النادي، مكانة النادي بين 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 الأندية اللي أنت تلعبه. العامل الثاني اللي هو مهارات ومستوى اللاعبين وإمكانياتهم. مستوى ومهارات اللاعبين وإمكانياتهم هي اللي راح تحددك وراح تخليك تتخطط وتحط أهدافك. عندما يكون عندك لاعبين ذو مستويات عليا ومتمكنين ويكونون لاعبين على مستوى الكواليتي مالتهم عالية على مستوى منتخبات وطنية، راح يكون عندك مساحة شاسعة للتطوير وتطبيق الخطط والأساليب والبرامج التدريبية الخاصة بك. فهنا أنا راح يصير عندك مساحة شاسعة للعمل، تقدر من خلالها تطبق أفكارك وأيضا تبتكر أفكار جديدة عالية المستوى. وهذا ما
مهارة ومستوى اللاعبين يخليك تروح بعيد، وإذا كان مهارة ومستوى اللاعبين مستوى متدني أو متوسط فأنت لازم تعمل وما يتناسب مع مستوى ومهارات اللاعبين. يعني مو عندك لاعبين مستواهم متوسط وتريد توصل فيهم وأنت تنافس على مستوى متقدم لتحقيق الدوري أو تحقيق البطولات، وأنت ما عندك العوامل البشرية اللي تحقق لك أفكارك داخل الملعب. العامل الثالث وهو أيضا كلش مهم وأساسي، طريقة وأسلوب ومستوى المدرب. دائما تلقى هذا له علاقة مرتبطة مع النقطة اللي قبلها اللي هي مهارات ومستوى اللاعبين وإمكانياتهم. مرات تجيب أفضل اللاعبين ما راح تحقق بهم مع أفضل مدرب ما تحقق بهم مستوى، مرات تجيب مدرب متوسط وذو أفكار كبيرة وطموح وعده موهبة كبيرة يحقق معاهم مستويات رائعة وإنجازات كثيرة، ومرات العكس. فدائما تلقي الإقالات أو الاستقالات في الكوادر التدريبية بشكل شاسع، وهذا المكان دائما يتغير، والسبب هو أنه مستوى وأسلوب وإمكانيات المدرب يجب أن تتناسب مع مستوى مهارات اللاعبين وإمكانياتهم، وأيضا تتناسب مع الأهداف اللي يريدها النادي ومكانة النادي في المجتمع الرياضي. فنشوف هذه الثلاث عوامل مترابطة ومتلازمة ومتناغمة مؤثرة واحدة في الأخرى. إذا نشوف النادي، اللاعبين، المدرب. النادي إذا كان عنده مكان اجتماعي جيد، لاعبين على مستوى عالي، مدرب على مستوى عالي من الأفكار، راح توصل إلى أفضل النتائج والانتصارات. نذهب إلى سؤال مهم جدا، وهو أنت مدرب فريق كرة قدم صالات وتريد تصنع هوية الفريق، شنو هي الأشياء اللي تحتاج إلى هيكلتها؟ يعني أنت اليوم جاي للفريق الجديد، مستلم فريق جديد، شنو الأشياء اللي تحتاج إلى هيكلتها لبناء هوية الفريق الخاص بك؟ هوية الفريق اللي قلنا هي مجموعة القوانين والأنظمة والاستراتيجيات اللي تطبق دفاعية وهجومية وداخل وخارج الملعب، والقوانين اللي تحد أفراد المجموعة داخل الفريق. راح نجي نتكلم على العوامل أو الأشياء المهمة اللي يجب كل مدرب يعيد هيكلتها وأيضا يسوي لها ريفيو، يعني إعادة نظر كل موسم. النقطة الأولى هو نظام اللعب. أول شغلة لازم يأخذها في نظر الاعتبار هو نظام اللعب، نظام اللعب الهجومي والدفاعي، كيف الفريق يدافع، كيف الفريق يهاجم، ما هي الأسس أو المبادئ أو الأولويات في الدفاع، ما هي الأسس والمبادئ والأولويات في الهجوم. النقطة الثانية نموذج أو نظام التدريب، كيف المدرب راح يقوم بتنظيم الوحدات التدريبية اللي تتناسب مع مستوى وإمكانيات وقدرات اللاعبين، ما هي نوع الجمل التدريبية في الوحدة التدريبية. يعني احنا نعرف التدريب مستويات، الجمل التدريبية ايضا مستويات، التدريبات ايضا مستويات. الجمل التدريبية لازم تكون متناسبة ومتناغمة مع مستوى اللاعبين وإمكانياتهم، وأيضا هل سيتم استخدام تدريب خاص لحراس المرمى واللاعبين. يقصد بالتدريب الخاص هو تدريب تخصصي في الأداء، يعني تدريب نوعي. النقطة الثالثة هو تنظيم إدارة اللعب، كيف يتصرف اللاعبين والمدربين في كل جملة من جمل اللعب داخل وخارج الملعب، داخل الملعب أثناء اللعب، أثناء تطبيق الواجبات، وخارج الملعب أيضا على مصطبة الاحتياط خارج الملعب، وكيف يتعاملون، كيف يتصرفوا، كيف يتساعدون أيضا، كيف يسيطرون على رتم المباراة، التعامل مع خسارة السيطرة في المباراة والتعامل مع السيطرة على رتم المباراة. النقطة الرابعة إدارة الفريق والأدوار. طبعا أنت كمدرب يجب عليك أن تضع قوانين تحدد بها أدوار الطاقم مالتك، أدوار اللاعبين وكيفية إدارتهم، ويجب أن يكون تعامل مع المدرب مع اللاعبين بشكل تفاعلي وتحفيزي،
وايضا يفهم اللاعبين القواعد الموجوده اللي انت تطبقها. بعدين تعرفنا على النقاط الاربعه الرئيسيه في السلايد السابق لتحديدهم مهمه هويه الفريق. نحتاج الى تصميم تمارين وتدريبات، كل شيء انت تسقله وتصممه وتطوره في التدريب. هنا تحتاج الى تدريبات خاصه وتمارين في الوحدات التدريبيه تتناسب قلت مع مستوى وقدرات اللاعبين. وهاي التدريبات تشمل الاتي: تشمل تدريبات تطور الخصائص النفسيه، وايضا تدريبات التوافقيه تطور الجوانب التوافقيه والقدرات التوافقيه، جوانب تطور الاستيعاب للجهاز الحسي الحركي والجهاز الحسي العميق، خصائص بدنية، تطوير جوانب بدنية المقصود بها، خصائص مهارية، خصائص تكتيكية وذهنية أيضا. كل هذه الجوانب لازم تكون تتلائم مع المرحلة أو مع الوقت اللي أنت موجود فيه في بداية في الوحدات التدريبية وفي بداية الموسم التدريبي، سواء كان في مرحلة الإعداد العام، مرحلة المنافسات، وممكن مرحلة انتقالية. لازم تكون هذه متناغمة مع المرحلة اللي انت فيها. طبعا هاي كمقدمة او كمدخل لصناعة هوية الفريق، من اجل انه نعرف ما هي الاساسيات والركائز اللي نبني عليها الفريق من اجل بناء هوية خاصة للفريق. دائما بناء هوية الفريق تحتاج إلى وقت طويل، ما تجي بيوم وليلة، يعني تحتاج إلى أيام وتدريبات وتكرار وتصحيح، وفي بعض الأحيان أنت تحتاج خسائر يعني بعض اللاعبين ما يلتزمون بالواجبات تتحول إلى عقوبات إلى خسائر ممكن بالنتائج بالمباريات الودية وإلى آخره. لكن بالتالي بعد التكرار وبعد مرور فترة زمنية من التطبيقات والمعايشة ما بين أفراد الفريق وفق نظامه والآلية اللي يضعها المدرب، راح يكون هنالك خلق هوية خاصة للفريق. طبعا أنا أدعوكم للمشاركة في قناتي على اليوتيوب، وأشكركم لحسن المشاهدة، وألتقيكم بالحلقة رقم 2 لخلق هوية الفريق. مع السلامة.